يقول هذا السائل من روسيا، يقول في بلادنا كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام، لكن أغلبهم لا يعرفون معنى الشهادتين ولا يؤدون أركان الإسلام لا الصلاة ولا غيرها، فما حكم أمثال هؤلاء؟ لأنهم كانوا تحت حكم الشيوعية مدة طويلة فنسوا، هم يعني منتسبون للإسلام ولكن نسوا ما هو الإسلام بسبب ظلم الشيوعية لهم وطول المدة، والآن والحمد لله تخلصوا فيحتاجون إلى الدعاة. أنتم ادعوهم، أنتم طلبة علم وتعلمتم في هذه البلاد والحمد لله، اذهبوا إليهم وفقهوهم وعلموهم، خذوا أجرهم وأدوا ما عليكم من الواجب الدعوة إلى الله. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.